السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله نشرح أرقام تليفون سفارات سلطنة عمان في الدول العربية. أرقام تليفون سلطنة عمان في الدول العربية، طبعا نكتبهم دولة دولة. أول دولة معانا هي مصر. رقم التليفون بتاع سلطنة عمان في مصر هو 0227 0227 28 9972. يبقى تاني، رقم تليفون سلطنة عمان في مصر هو 0227 8992. تاني دولة معانا هي السودان، ورقمنا هي 00. رقم سفارة سلطنة عمان في السودان 009، آسف، 00249 183 47 1605. ده رقم سفارة سلطنة عمان في السودان. بعد كده عندنا رقم سلطنة عمان في الجزائر. رقم تليفون سفارة سلطنة عمان في الجزائر هو 0021 3 2191 2835. ده رقم تليفون سفارة سلطنة عمان في الجزائر. بعد كده عندنا رقم تليفون سلطنة عمان في المغرب هو 00212 537 67 37 88. ده رقم تليفون سلطنة عمان في المغرب. بعد كده عندنا رقم تليفون سلطنة عمان في تونس هو 00216 00216 179 1655. وفي رقم تاني اللي هو 00216 طبعا كود تونس. بعد كده 1792 912. دول كده رقمين سلطنة عمان، سفارة سلطنة عمان في تونس. بعد كده رقم سلطنة عمان، سفارة سلطنة عمان في البحرين هو 00973 17 293 663. ده رقم تليفون أو سفارة سلطنة عمان في البحرين. بعد كده عندنا رقم التليفون في الكويت، سفارة سلطنة عمان في الكويت هو 00965 225 619 56. في رقم تاني طبعا لسفارة سلطنة عمان في الكويت هو 00965 965. بعد كده 225 619 57، عفوا 57. بعد كده عندنا رقم تليفون سفارة سلطنة عمان في السعودية هو 00966 114 823 120. بعد كده عندنا رقم تليفون سفارة سلطنة عمان في اليمن هو 00967 120 8874. بعد كده عندنا رقم تليفون سفارة سلطنة عمان في قطر
هو 00974 00974 449 315 14. بعد كده عندنا رقم تليفون سفارة سلطنة عمان في سوريا، هو 00963 116 1104 08. في رقم تاني لسفارة سلطنة عمان في سوريا اللي هو 00963 116 622 506. بعد كده عندنا رقم تليفون سلطنة عمان، سفارة سلطنة عمان في لبنان، لبنان نكتب لبنان، بعد كده نكتب رقم التليفون اللي هو 00961 185 635. بعد كده عندنا رقم تليفون سفارة سلطنة عمان في الأردن، المملكة الأردنية، هو 00962 65 68 655. بعد كده عندنا رقم تليفون سفارة سلطنة عمان في العراق، هو 00964 181 98 541. في رقم تليفون تاني طبعا لسفارة سلطنة عمان في العراق، هو 00964 12 4 2 9 179. آخر دولة معانا هي الإمارات العربية المتحدة، رقم تليفون سفارة سلطنة عمان في الإمارات هو 00971 24 4 6 4 3. بكده بنكون وصلنا معاكم لآخر الفيديو، أوضحنا كل أرقام سفارات سلطنة عمان في الدول العربية، في مصر وفي السودان وفي الجزائر وفي المغرب وفي تونس وفي البحرين، الكويت، السعودية، اليمن، قطر، سوريا، لبنان، الأردن، العراق، الإمارات. قلما دولة مش مكتوبة بيبقى في مشاكل في السفارة، بتتنقل أو موقوف العمل بها حاليا. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.